ما ياسين تحط الچمه بهاي البلاستيك بوسخه تحطه ها اها وتحط عليها مي وتجيب هاي الفرشه مال الحمام بس جديده نظيفه وتحطها بالدرايل باو بعد ما شلون يصير باش ما قاعد نظف يا ياسين طلع عاملنا الذب هذا المي الوصف باع المي شلون وصف حط له مي جديد تكررها هاي العملية أكثر من 4 مرات إلى أن يطلع عندك چمه هيج نظيف باعه